أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في غرفة الأخبار التي تتواصل معكم هذه الصبيحة. وموضوعنا الآن هو موضوع وقود الجي بي ال. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ارتفاعا كبيرا أسعار الوقود من البنزين والمازوت، بنزين بدون رصاص أو الممتاز أو العادي أو غيرهم، يتوجه الكثير من الجزائريون إلى تحويل سياراتهم لتسير بقارورة الغاز أو الجي بي ال كما يسمى. إلا أن الكثير منهم كذلك يتخوف من هذا النوع من الوقود، خوفا من ربما بعض المشاكل التقنية التي يصفها البعض بالخطيرة والتي يروج لها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتخوف آخرون من تحويل سياراتهم إلى السرغاز بسبب بعض الاختلالات التي قد تصيب المحرك بسبب هذا النوع من الوقود. لمناقشة كل هذه الأفكار أتشرف بأن يكون معي هنا في الاستوديو السيد حميد بريشي، وهو وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود سيرغاز. أهلا بك سيد. أهلا، مرحبا. كما أتشرف بأن يكون معي عبر الهاتف السيد حكيم بريكي، وهو مدير الصحة الأمن والبيئة في شركة نفطال. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. لو أبدأ معك سيد حكيم بريكي وأنت مدير صحة الأمن والبيئة في شركة نفطال، يعني نتحدث اليوم عن سيرغاز، نتحدث عن سعره وأمانه وجودته. في البداية، هل تعتبر أن السرغاز وقود يتم التعامل معه بشروط جد صارمة ومعقدة مع توفر دائم لمستعمله بداية من الإنتاج النقل والتوزيع وحتى الاستهلاك، أم أنه وقود مثله مثل البنزين والمازوت وغيره؟ شكرا على الدعوة. السؤال تاعك موجه. نعم، نقدر نقول لك بلي من انتاج من حاسر مل الى الرافينري في الجي ولا الجي ولا في سكيكدا الى المراكز التخزين عندنا في نفطال والى المحطات الوقود، هذه العمليه ولا هذا المسار كله مؤمن ب دي ميزور و دي سيكوريتي تري سيفير. دونك سي با غاز، هو نعرفوه بلي سي ستان غاز تري انفلامابل. دونك سواء القوانين ولا المعايير الدوليه تعطينا قاعدتك الصلاحيات و بول ماتر دي ميزور تري سيفير بارابور لا سيكوريتي تاع هذا المتر. لما نتحدث على هذه الشروط سيد حكيم بريك، يعني هذه شروط الامان يعني تطبقوها فقط على السرغاز ام انه على باقي الوقود مثلا كالبنزين او المازوت؟ لا، في محطة المخدمات شروط الامان من المدخله من لا لونتري لا ستاسيون جوسكا لا سورتي. في الوقود عندنا لي ميزي دو سيكوريتي، في الغاز عندنا دي ميزي دو سيكوريتي ان بو سيفير باسكو سي الغاز. ميم في الفاصون الانتيريو دو المنشاه المصنفه كاين دي ميزي دو سيكوريتي كي ابليكابل على الخدامين تاعنا وعلى المواطن. دونك يا با دو بروبليم. نعم، بالنسبه لمحطات الوقود او لي بومبا ايسونس الموزعه عبر مختلف ولايات الوطن وبلديات الوطن، هل تتوفر على شروط السلامه فيما يخص آلة توزيع جي بي ال؟ خاصه انه ربما الزبون لما نوصلوا للمحطه يعني وين يعمروا الجي بي ال نلقاوها انها مملوءه بلافتات الرجاء اطفاء هاتف النقال، عدم اقتراب بالسياره، يعني في كثير من شروط، يجب نزول كل الافراد من السياره الى غيرها. نعم، كما ذكرت الاجراءات الامان داخل المحطات كاين اشارات وتنبيهات سلام المرئيه لجميع المركبات من اجل اخذها بعين الاعتبار. من بينها كما قلت ممنوع التحدث في الهاتف، ممنوع التدخين، ممنوع كل سورس دينرجي فلامينيو ولا السيجاره ولا اي جهاز واحد اخر. بين ما بين الاجراءات ممنوع من ملء الخزان اكثر من 80% من السعه تاعو. سي فو زافي روماركي في لابارتي جي بي اس ولا في لاستاسيون نلقاو المطفاءات، نلقاو الوسائل الاطفاء، نلقاو لي زيكستانتور، نلقاو لي ريزو انسوندي، نلقاو الديتيكتور، نلقاو با مال دو شوز اللي نحافظوا على سوا لا ستاسيون، سوا على العمال تاع لا ستاسيون، ولا على سيستم المواطن اللي يجي يعمل الغاز عندنا. نعم، ربما سيدي الكريم، ما حقيقة وجوب نزول كل الأفراد يعني المتواجدين داخل السيارة حتى وإن كانوا أفراد أم عائلات داخل السيارة
نزولا كليا من سيارة أثناء التزويد بالوقود جي بي ال؟ يا أخي هذا الإجراء درناهكم إجراء احترازي في رفتال بعد il y avait cet accident cet incident de véhicule à l'intérieur de la station c'est à dire ils jouent le barrage à la station ou confirment une défaillance sur le système d'accélération donc pour ne pas avoir d'autres accidents pour ne pas avoir d'accident au niveau de la station كإجراء احترازي نزلوا العائلات العائلات باش نعمروا سيلغاز هذه pour éviter s'il y a par exemple une fuite à l'intérieur du véhicule en cas d'allumage تاع الموتور ولا quelque chose comme ça s'il y a par exemple un truc un pépin العائلة تكون بسلام باش نطلب باش برك نعاود باش نكمل في الفكره هذه لي فيكول اللي فيهم انستالاسيون جي بي اس سي نورمالمون عندهم جميع الشروط الوقائية والأمنية اللي متوفرة في المعايير العالمية ولا في القرارات تاع المنشور الجريدة الرسمية اللي تتعلق بالقارورة المام وتتعلق بالكيت اللي يجي معاها دونك بالقارورة بار اكزومبل يفو كل قارورة لا تتجاوز 15 سنة في العمر تاعها دي فيريفيكاسيون شاك 5 ans بار لانجينيو دي مين القارورة قارورة الغاز هي مصنعة باش باش تخضع مصنعه من اجل مطابقه جميع الشروط ما فيها الضغط العالي ولا درجه الحراره العاليه في القاروره يجي معنا ملحقات الامان اللي نقدر نذكرهم لك كاين بزاف ملحقات الامان باغ اكزومبل لا سوبابل باغ اكزومبل ليتونشيتي باغ اكزومبل لي زيفون اكسيتيرا دونك هاد الاجراءات هادو اذا ما يكونوا في لاستاسيون مي السياره المام راهي عند المواطن ماهيش في لاستاسيون صدير مع المواطن دي فوا ينترفوني على الموتور دي فوا ينترفوني على الجهاز المام على لو كيت ولكن سيد بريكي انت تكلمت على مجموعه من الشروط هل مثل الشروط مثلا على مستوى المحطه يتم تفقدها قبل ملء الخزان مثلا الشروط البديهيه في شروط بديهيه يجب ان تتوفر في المركبة هل يتم تفقدها من طرف الأعوان في مختلف محطات التزويد؟ يا أخي لو بومبيست سادي لو بومبيست اللي لا بور رومبلي لو ريزرفوار تاع جي بي اس سي مي سي 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 ديتكت اون فويت ولا يشم الغاز ولا يشوف كاش كيلكو شوز كي نفا با في الكيت جي بي اس سي بيان سور ينبه القائد السيارة ويحبس التزويد ويخرجها من لا بارتي ليكسبلوطاسيون يخرجها من جي بي ال سي ويتم اصلاح لها ودو بريفيرونس في مركز سيلغاز تاع نافتال ولا معتمد بار نافتال باسكو الجهاز هذا يفو با كو نابورت كي توش ولا ريبار الجهاز لو كيت جي بي ال سي دونك يلزم يتريبارا من المختصين لي مفورميين و ابيليتي بور انترفونير بار بول كيت جي بي ال سي سيد حكيم بريكي وانت تكلم لنا على قاروره سيرغاز او قاروره جي بي ال هل تشكل خطوره يعني هي كقاروره هي كنوع من حامل الوقود هل تشكل خطوره على صاحب السياره هل حقيقه هي قنبله موقوته الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خاصه مع دخول فصل الصيف ككل سنه يتم تداول بعض المعلومات ان قاروره سيرغاز هي عباره عن قنبله موقوته في سيارات الجزائريين انت الان كمدير صحه مدير الامن والبيئه في شركه نفطال ربما اكيد انك مختص في الموضوع هل ترى انه حقيقه هذه القاروره هي عباره عن قنبله موقوته ام انها عكس ذلك هي تحافظ على البيئه وفيها توفير للمال بالنسبه للمستهلك القاروره سيرغاز اللي راهي في 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 السياره قبل ما نحطوها في السياره تخضع بليزيور تيست منها لي تيست دي تونشيتي منها لي تيست دي لا ريبراف اكسيتيرا اكسيتيرا والنتيجه تاعها القاروره هذه مصنعه تحمل هي مطابقه لجميع الشروط ما فيها الضغط العالي الانفجار وما فيها درجه الحراره العاليه ما فيها بوكو دو شوز دونك ميم لو شوك ميم اون كاد اكسيدون ويدخل فيك السياره تدخل فيك من دور وتقيس القاروره هي محميه باللي سوباب بدي كوب لي كوب داليمونطاسيون اكسيتيرا دونك هي راهي قاروره امنه ونقدروا نوضعوها في السياره تاعنا بكل امان واطمئنان ونعمروا الغاز تاعنا فيها
كونديسيون وين تكون الصيانه، الصيانه الدوريه تاع الكيت لويمم. اكيد اللي القانون يقول لك باللي شاك 5 اون، شاك 5 سنوات نفيريفيو القابله تاعنا، اسكو لي توجور ايتونش، اسكو توجور ما تعوجتش، اسكو. القانون الثاني يقول لك باللي شاك 30 موا تعاود تفيريفي كاع الملحقات اللي جو مع القاروره، تفيريفي لي روبيني دو شارجمون، لي سوب دو لي سوب دو سيكوريتي، لي انديكاتور اكسيتيرا. والهاد هاد هاد الصيانه تندار في المراكز، المراكز سيلغاز نفطال ولا المعتمده بار نفطال، باسكو ماشي نابورت كي نابورت كي ميكانيسيان ولا اتولي اللي يجي يفيريفي لك ويخدم لك الكيت تاعك. سا سي تونيرور لما يديروها بعض المواطنين. نعم ربما هذه راح نطرق لها فيما بعد سيد بريك، ولكن قبل هذا ربما هل يمكنك ان تحدثنا او تذكرنا ببعض الحوادث التي وقعت وكان سببها هي قرارات السرغاز؟ لما نقول لك ماهوش فقط قرارات السرغاز، يعني حوادث ربما وقعت في محطات التزويد، حوادث يمكن ان تذكر لنا منها واحده او اثنين. سي عبد السلام، وقعوا حوادث براتيكمون شاك اني في التريتوار ناسيونال يوقعوا حوادث. واش هي اسبابها؟ نعم. الو، اسبابها بصفه عامه، ما هي اسباب هذه الحوادث؟ نعم ماني جايك سي عبد السلام. الحوادث اللي وقعت، كل هالحوادث اللي وقعت حوادث بسبب تسرب الغاز من الملحقات تاع الجهاز تاع الكيت جي بي اس اي، ماشي من القاروره. فدي ما كانش السبب القاروره وين فجرت، هذه ما وقعتلناش كحادث كما هذا، ما وقعناش ا نوتر نيفو وجامي سمعنا به. لو بروبليم ولا لا كوز تاع لي زاكسيدون اللي صراونا سي تسرب الغاز اللي يجي سوازيرو بار لي كوندويت. كاين عندنا دي كوندويت اللي دخلوا القاروره ودي كوندويت اللي خرجوا لفان لو موتور، كي ما يكونوش ايتونش وما يكونوش مسلين بيان ويكونوا الانتيريور دو فيكول هي ماما يخرج، يكونوا على الاكستيريور ويخرجوا القاروره. كي نديروا لاستالاسيون تاع لو كيت ونديروها نون كونفورم بار دي جون نون فورمي ونون ابيليتي، يصرى فيها تسرب داخل السياره ومع اي سوس دينرجي توقع الحريق، يوقع الحادث. ولكن الحادث ديريكت مباشرة مع قارورة صرا انفجار داخل السيارة، هذا ما وقعش. ولكن ربما تنفجر، اسمح لي عبد السلام، تفضل. تنفجر القارورة كي تكون داخل فان فو في وقت يجوز عليها وقت، سي نورمال لو غاز هذاك يعاود يتمدد وتنفجر. وهذه ما صراتلناش باسكو اشاك فوا يكون انترفونسيون سوا تاع لي بومبيس تاعنا والحمايه المدنيه باش ما نلحقوش هذا الشيء. وحنا عملنا ما صرانا هذا البروبليم تاع ليكسبلوزيون دو تاع القاروره على الانتيريور دو دي فيكول. انت تحدثت عن بعض الحوادث اللي كان سببها هو تسرب الغاز، يعني من في انابيب يعني الناقله للغاز بين القاروره والمحرك، ولكن لو نتحدثوا على هذه الحوادث ربما ماذا، ما هي نتائجها؟ هل كانت فيه حوادث، هل كانت فيه وفاه، هل كان فيه جروح مواطنين، ام انه الحوادث كانت ماديه فقط؟ انا نعطيك لي ستاتستيك اللي صراو. الفيكول انستالي في نفطال، صافي لو كيت انستالي في نفطال ولا عند المعتمدين كما الاخ لو قدامك معك الضيف تاعك، هادو لي كيت راهم يدخلوا لي ستاسيون تاعنا. دي فوا لي زاكسيدون كي صراو، لي زاكسيدون لوسك ماشي دي فوا، لوسك اون في دي انفستيغاسيون نديرو التحريات نلقاو باللي لو كيت، نهضر لك على لو كيت، على لا ماتيير، على ليكيبمون لوي ميم، تلقاه دي فوا نون كونفورم. وثانيتها سبب ثاني لانستالاسيون ال ميم، لانستالاسيون باسكو لانستالاسيون تخضع لشروط، وين يجوز لو تويو، وين تحط لا سيتان، وين يكونوا لي بوليفان، وين تكون لا سوب سيكوريتي، وين يكون لو ترو ديفون باش يخرج الغاز اكسيتيرا، ما تلقاهمش. صافي الميم يكونوا التسرب تاع الغاز ما كاش وين يخرج برا، يقعد ان انتيريو دو فيكول. وهذا وانا نقول لك بلي كاين زوج سببين، سببين في ليكيبمون لوي ميم لي دي فوا يكون غير كونفورم، والسبب الثاني في الانستالاسيون ال ميم. دي فوا نلقاو دي انستالاسيون والله يا اخي عبد السلام غير واحد ربي. يعني نفهم كلامك سيدي الكريم انه هذه التسربات، يعني القاروره نفهم كلامك انها سليمه 100%، ولكن ربما بعض التركيب اللي ينجم عنه ربما هذه الحوادث يكون عند جهات او وكلاء غير معتمدين. اكزاكتومون. الان لو نرجع كذلك مره اخرى للمحطات التوزيع او محطات بيع السرغاز، تزويد بالوقود،
إجماع أنه الهاتف النقال يسبب ضرراً وقد يسبب خطر وحوادث لا تحمد عقباها. الكثير يتساءل لماذا لا يتم تثبيت أجهزة للتشويش عن شبكة في محطات التوزيع؟ وي سي تو بون ايدي مي اسكو الاجهزه هذه ما انفلونس با سو لو كيت لوي سو لو جي بي اس لوي ميم اسكو اذا نجيبوا الاجهزه يكونوا من تيب اتكس سي تو بون ايدي احنا رانا في طريق اون شيرش بريمير مو هذه الاجهزه اون شيرش مترا اون بلاس دي ديتيكتور اون شيرش مترا اون بلاس لي لا ديتيكسيون اوتوماتيك تو سا سي بري اون شيرش بان نفتال mais il faut mettre quelque chose un dispositif li mtabq el qanoun tana el jazairi ou un dispositif li yahmi el mahta en attendant ki ma maamoul andna fi el jazair wala fi el bouldan wahed okhrin il faut pas utiliser le portable l'usage de interdit de mobile il faut pas l'utiliser qoddam el gaz wala fi el waqoud même fi el waqoud il faut pas utiliser les enfin la cigarette c'est ben non il faut pas utiliser d'autres trucs ou il faut arrêter le moteur même le moteur lui-même il peut être une source d'énergie يعني هذه شروط الامن وشروط الوقايه وشروط التي قد تتسبب بحوادث ليست متعلقه فقط بوقود السرغاز وانما بكل انواع الوقود بما فيها السائله نعم c'est pour ça que tous les pompistes تاعنا وراهم مشكورين او نيفو دو محطات تاعنا وراهم داو تكوين وشاك اني نديرو دي ريسيكلاج دو فورماسيون في مجال الامن والوقايه نعم. من اجل التدخل السريع ومن اجل المحافظه على سلامه المواطن ربما في اجابتك للذين ينادون بعدم استعمال قاروره السرغاز في فصل الصيف للذين يقولون ان قاروره السرغاز يجب تفاديها في فصل الصيف او ملؤها بنسبه 50 او 40% فقط كونها تصبح قنبلة موقوتها في فصل الصيف جاوبكم لهم سيدي الكريم لا دوك انا نعطيك بك دي تروك تكنيك بور كومبرون باش المواطن يفهمها نسين بسطا القاروره المام اذا متعمر 80% 80% الماكسيموم في 80% هذيك يكون 80% غاز سائل عفوا و 20% غاز دوك في فصل الشتاء حنا نفطر ونديروا ان ميلونج هذا لو جي بي اس ولا سي الغاز نديرو ان ميلونج اونتر البروبان و البيطان في الشتاء يكون البورسونتاج تاع البروبان عالي 98% و 2% تاع البيطان في الصيف وهذا قانون قانون جزائري ماشي متعلق بالنفطال اونيكمون في الصيف نحطو البروبان 80% والبيطان 20% بوركوا باسكو لو بيطان لا دونسيتي تاعو ولا الكثافه كبيره وما تسربش ولا ما يكونوش دي فلويد ما تكونش كيف يقولوا يا ربي التمدد تاع البيطان ما يكون موان كل بروبان دونك القاروره ميم الارتفاع تاع الحراره درجه الحراره على الاكستيريور تكون توجور مامنه يعني نفهم كلامك انه تركيبه وقود السرغاز في فصل الصيف وفي فصل الشتاء ماهوش نفسها تركيبه السرغاز في فصل الشتاء وفي فصل الصيف انت لو برودوي سي با لا ميم شوز لا كومبوزيسيون يعني با لا ميم شوز اونتر البروبان والبيطان وهذه في القانون الجزائري ماشي يونيك مونافتال ماتنو تشوف انت باغ اكزومبل في حاتم سعود ولا في تندوف ولا سيتلا تلقى الناس يمشوا بسيرغاز وما كان حتى مشكل تلقى الناس عندهم سيرغاز ويملؤوا سيرغاز ويمشوا وشنو الفو ريسبكتي لو ريبليساج تاع 80 موان 80% ربما نلقاو حنا بعض نلقاو اسمح لي نلقاو بعض المواطنين في المحطات تلقاه يهز الفيكول تاعو تلقاه يعمرها الماكسيموم تلقاه اكسيتيرا باش يمشي باش يربح كلكو كيلومتر انا نقول له الا تربح كلكو كيلومتر تو فا بيدر لو موتور تو فا بيدر لو كيت تاعك جي بي اس لا دوري دو في تاعو وتسبب خطر الفيكول تاعك ولا ليك نعم ربما ريسبكتي لي 80% ربما في الختام ملاحظه فقط صغيره نعم. بعض الناس اللي ينادون بعدم استعمال السرغاز يتحججون بأن يعني القارورة الكبيرة تاع محطة التوزيع يتم رشها بالماء يوميا في فصل الصيف هذا يقولون لخطر الحرارة عليها هذيك القارورة على ماركيت الأخ هذيك معرضة لكم من أشعة الشمس بار كونت القارورة اللي في الفيكول راهي راهي داخل السيارة ومغطية هذه وحدة ثانيتها الإجراء تاع لاروزاج تاع لو كيت جي بي ال سي سي كيما نقولوا حنايا سي اون ميزور سوبليمونتير باسكو هذه سوبليمونتير اللي نديروها اون كا دو تمبيراتور تري زيلفي نديروها سوبليمونتير مي من جهه اخرى عندنا لي سوباب عندنا
عندنا ليبيسور تاع لافيتان كبير اكسيترا، عندنا احتياطات تاعها باش ما يصرى لها والو. دونك هذا تاع المياه هذه سي سي ميزور سوبليمونتير اللي نديروها او نيفو دو لاستاسيون في ان مومون صادف كي تكون كانيكول، كي تكون اونتر ميدي 14 كي تكون حراره شويه عام 7 با بليس. نعم. دونك ماشي كي نديروها انا الماء يلزم نديروا الماء في الفيكول. نو. نعم. سيد حكيم بريكي، وانت مدير الصحه الامن والبيئه في شركه نفطال، كنت معنا عبر الهاتف. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات التي قدمتها لنا بخصوص وقود الجي بي ال، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة يتم تداول عديد من المعلومات التي نفيتها أنت الآن وأكدت أنت أنها مغلوطة ولا صحة منها، وأن قنبلة السرغاز يعني أكذوبة لا علاقة لها بالواقع. أشكرك جزيلا الشكر سيدي. إذن ربما الوقت يداهمنا. سيد حمير بريشي، وأنت وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود السرغاز، سوف نناقش أو نتابع مناقشة هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل المشاهدين الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم. عودة مجددة إليكم متابعينا الأكارم في هذا العدد من غرفة الأخبار، والتي تناولنا فيه وقود السرغاز أو جي بي ال، توفير للمصاريف وحماية للبيئة أم قنبلة موقوتة. قبل الفاصل كان معنا السيد حكيم بريكي، وهو مدير الصحة الأمن والبيئة في شركة نفطال، الذي أكد أن قارورة السرغاز بحد ذاتها لا تشكل خطرا على مستعملي السيارات، على مستعملي أو مالكي السيارات، وإنما الخطر يكمن في عدم احترام شروط الوقاية مثل غاز جي بي ال أو وقود جي بي ال، مثل باقي أنواع الوقود السائلة من البنزين العادي أو بدون رصاص، أو حتى باقي أنواع الوقود يعني كاملة. الآن أناقش ذات الموضوع مع السيد حميد بريشي، هو وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود السرغاز. ربما بداية أو قبل ما نجاوب على السؤال هذا، نشوف تقرير أعده لنا الزميل ياسين بونقاب، وهو تقرير شامل وكامل حول السرغاز، تطرق فيه إلى آراء المواطنين وكذلك الوكلاء المعتمدين. نتابع هذا التقرير سويا ثم نعود لكم. إقبال كبير تشهده ورشات تركيب قارورات الغاز للسيارات عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة، وذلك من أجل الاستفادة من مزايا هذه التقنية، خاصة بعد الزيادة التي شهدها سعر الوقود. بالنسبة للجي بي ال عندي 10 سنين وانا مركبه، الحمد لله يعني اقتصادي، مليح للبيئة كذلك، مليح للبيئة. الحمد لله يعني ملي ركبنا الغاز هذا الحمد لله سي ايكونوميك وما عندناش فيه مشاكل. وفي الوقت الذي نجد فيه الإقبال على خدمة السرغاز يتزايد من سنة إلى أخرى، يبقى الاعتقاد السائد لدى البعض أن هذه التقنية عيوبها أكثر من مزاياها، وأن سيارة الجي بي ال قنابل موقوتة. الغاز الناس بس كاين بزاف الناس اللي ما تحبش يركبوا، يقول لك السخانة تاعو ماشي مليح، يقول لك سيتو فيها ما تشتا، يقول لك هو بارد بزاف، الطوموبيل ما تيريليش، عندي مشكل في لاكيولاس، ياكل لك لاكي ياكل لك لاكيولاس، الموتور ما يعيش مليح بالغاز كيما ليسونس. عندي السيارة هذه سامبول، ما رانيش مركب سير غاز باسكو راه سما سامع عليه باللي كاين فيه ريسك، كاين لو ريسك، كان فيها ريسك بون كيما دوك بروبليم تاع الموتور، يقول لك يتعب الموتور ياكل جوانت كيلاس كذا، نسمع امور على الموتور باللي يتعبوا، وزيد لو ريسك تاع القرعه، يقول لك شغل راك داير شغل قرعه تاع بيطان في اي وقت تكلاطي، سورتو في الصيف كي تكون درجه الحراره مرتفعه. سياره سيرغاز حسب التقنيين والمختصين تعد الاكثر امانا ونفعا من المركبات الاخرى، خاصة إذا التزم أصحابها بقواعد السلامة. الغاز ستان برودوي لي بلي سيكوريزي بارابور على ليسونس، أكونديسيون نريسبكتيو القوانين لي نصو على لانستالاسيون سيرغاز، إي سيرتو لي بريكوسيون ديكسبلواتاسيون. سلبية سيرغاز حتى وإن وجدت لم تعد هاجسا بالنسبة لأصحاب السيارات، بل تكاليف تركيبه المرتفعة هي من أصبحت تؤرقهم. إذن سي حميد بريشي، وأنت وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود السرغاز، ربما شاهدنا التقرير وشاهدنا تخوف بعض المواطنين، إما بسبب خطورة قارورة السرغاز أو بسبب
أداء هذه القارورة على المحرك. في البداية ربما لو أسألك حول تخوف بعض المواطنين، وأسألك نفس السؤال الذي طرحته على السيد حكيم بريكي قبل الفاصل حول الإشاعات أو حول ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قارورة السرغاز على أنها خطيرة وعلى أنها قنبلة موقوتة. أنت وكيل معتمد، يعني أنت ربما القرارات هذه تحطهم بيدك، وأنت القرارات التي تحطها أنت إضافة إلى الموظفين اللي معك، وش تعليقك على مثل هذه التصريحات وتعليقك على مثل هذا التوجه اللي يقول أن القرارة هي قنبلة موقوتة؟ نعم. بو السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة هذه. تعليقي نقدر نقول لك باللي احنا في الجزائر ما هيش حاجة جديدة علينا. هذا السرغاز راهي تقريبا بالك من الثمانينات من السبعينات وحنا نمارسوا يعني النشاط هذا، والحد الان الحمد لله ما سمعناش يعني بصراو ديزاكسيدون هكذا، داروا كوارث سواء مادية ولا بشرية ولا يعني الحمد لله. لكن هنا وين نقدر نقول لك الخطورة تقدر تكون، الخطورة راهي هنا عند المواطن لما يروح يتوجه الواحد ماشي مختص يعني في الميدان هذا. لازم يكون السيارة تاعو تخضع للصيانة عند مختص معتمد من طرف وزارة الطاقة صناعة والمناجم، وطريقة التثبيت الخطورة تكمن في طريقة التثبيت وهي أهم شيء. احنا رانا كما يقول لك رانا في الميدان ورانا نشوفه يعني والله أمور يعني في بعض الأحيان ربما هي القارورة المعدل تحت سواء 6 ملايين و200 يعني، لكن في معظم الأحيان نشوفوا أنه بعض المحلات تقوم تثبيتها مثلا ب 4 ملايين و800 والمواطن يولي يتهرب من السعر الغالي ويروح لهذا 4 ملايين و800 حتى وإن كان ماهوش مختص. ربما هذه واش تقدر تدير لهم بعد هنا في النقطة هذه؟ واش نقدر نقول لك باللي هنا إذا تبع جودة العلامة اللي راه يركب فيها، إذا كانت جودة مليحة بطبيعة الحال راح تكون بسعر عالي كي نقارنوها بأي ماركة واحدة أخرى يعني تكون سعرها منخفض. لكن معايير السلامة كي نحكو على القارورة، احنا السلامة راهي في القارورة الغاز. قارورة الغاز راهي مجربة في حد ذاتها في المصنع، لما تصنع في المصنع يعني راح تخضع لضغط المقدر ب 32 بار هذا في المصنع، ولما ركبوها راح تخضع ايضا لضغط مع مهندس المناجم للضغط اللي يعني نجربوها به 10 بار. هذه كل قاروره يتم تثبيتها يجربوها بالشكل هذا، تثبت سواء في ورشه عندنا ولا عند نطال ولا راه قانون يعني يعم 48 ولايه راح تخضع لشروط دقيقه بحضور مهندس المناجم. وهنا احنا يعني رانا نركب ونوعي، وحتى التوعيه رانا نقوموا بدورنا في توعيه المواطن، نوعيه اي حاجه اي خطوره اي خلل توجه المختص. لما يجي مواطن باش يثبت ربما قاروره السرغاز، هل يجي دائما مطمئن يجي يقول لك ركب لي قاروره السرغاز مباشره، ام انه ربما تشوف انه فيه متخوف مرتبك يقول لك الى ما فيهاش خطر الى راك متاكد انه القاروره عاديه حقيقة. يعني انت واش تلاحظ في الزبون لما يجي يركب قاروره الغاز؟ والله يا اخي واش نقول لك، يعني كاين الناس اللي راه مجرب معتاد يعني على السرغاز هذا، عنده خبره فيه راه يعرف باللي ما فيه حتى خطوره، راه مجربوا يعني امن والحمد لله، لدرجه وين نقدر نقول لك راه مؤمن اكثر من البنزين. لكن كاين الناس عندها افكار لما تقول له قاروره غاز تجيها انفجار. يعني يجونا ناس هكذا ونوعيوهم ونفهموهم ونخبرهم باللي يعني هذه القاروره راهي مدروسه، حتى في المصنع لما صنعها راه دار لها اختبارات عده من ناحيه يعني لي زاكسيدون ولا الاخر راهي مامنه ما تخافش، يعني كل حاجه راهي مدروسه، كل حاجه مدروسه. حتى يعني واش نقول لك، لا قدر الله يعني يكون حادث مرور وتقاست القاروره تاع القا يعني تقاست، و هنا واش راح يقدر يكون، راح يزيد الضغط داخل القاروره،
لما يزيد الضغط داخل القاروره وهناك صمام امان. الصمام امان الامان هذا راح يفتح تلقائيا، يرمي الضغط الزائد هذا ويغلق تلقائيا. هذا باش ما يكونش انفجار، لانه الانفجار وشنو هو السبب تاع الانفجار؟ راه ضغط. كل ما كانش ضغط ما يكونش انفجار. هنا لما تلحق لابريسيون داخل الريزيرفوار 17 بار. لما تلحق 17 بار هناك صمام امان راح يفتح تلقائيا. وبالنسبه لربما الناس راهي تقول في مواقع التواصل الاجتماعي او حتى في الاوساط ربما نحتكلوا مع الناس برا، يقول لك انه في فصل الصيف لازم تعمرها 40 ولا 50% فقط، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ الاخ في النقطه هذه واش المواطن ماشي هو اللي يلزم ما يعمرش الريزيرفوار تاعو 100%. هي هناك لابوليفان هي اللي راهي تتحكم في الرومبليساج تاعنا. عندها النيفو، تلحق النيفو تاع 80% هي راح تغلق اوتوماتيكي. اذا كانت بطبيعه الحال ما تمسكتش ولا ما تخربتش ولا رايح تخدم عادي. هنايا ماشي المواطن اللي ما يعمرش القاروره 100%، يعني هي تعمر 80% تلقائيا. هي المصنع لما صنعها تعمر 80%، والباقي يعني 20% اللي بقاو واش يكون فيه؟ الباقي يكون داخل القرعه، يكون فيه هواء يعني باش يتمدد فيه الغاز في حاله ارتفاع درجه الحراره. هناك عوامل عديده، ارتفاع درجه الحراره، في حاله لا قدر الله لي زاكسيدون وتقاس يعني الريزيرفوار تاعنا تاع الغاز عنده مكان وين يتمدد فيه الغاز، يعني 20% هذه هي اللي راح تحافظ على الضغط فيه. واذا ما كفاتش ال 20% هذيك وكان ضغط كبير، هنا كما قلت لك راح تفتح لا سيفاب سيكوريتي، صمام الامان بالنسبه للمواطنين اللي هما يروحوا وينحيوا بيدهم، يعني يروحوا عند وكيل معتمد ولا غير معتمد باش يفرغ لهم ال 20% تاع الهواء باش يكون عندهم يعني الخزان اكبر، يعني باش يربح هذيك يزيد يعمر 10,000 زياده تاع الغاز باش يمشي كيلومترات زياده. يعني واش تقول في هذا التجاوز ولا في هذه الخطوه اللي يقوموا بها البعض؟ انا ننصح المواطن يعني باش يتقدم لاي ورشه حتى باش يصلح السياره تاعو، ولا كاين امور في فلاسيكوريتي سواء في فلاسيو باب سيكوريتي سواء في لابوليفان ما يلزمش تتمس. كاين المصنع نهار صنعها مدروسه، مثال كيما صمام الامان راهو مريقلي على 17 امبار، اذا رانا نسيناه رانا خسرنا له الامان تاعو. في عاود كان 17 ممكن يطلع حتى ال 20 ولا يفوت، ومن بعد لا قدر الله يقدر يخسر امور لي في حال وقوع حادث او عطب في محرك السياره. عطب ما، هل يمكن للميكانيكي او الميكانيسيا او الكتريسيا او انهم يمسوا اي عتاد خاص بالسرغاز، يعني الانابيب التي توصل الغاز الى المحرك او غيرها، ام يجب ربما التوجه مباشره نحو الوكيل المعتمد الخاص بالسرغاز؟ والله واش نقول لك يعني الاخ، وهل لاحظتم ربما انه في بعض الميكانيكيين بعض الميكانيسيا والالكتريسيا يمسوا بعض العتاد الخاص باختصاصهم بطبيعه الحال؟ شيء يعني رانا نشوفوا فيه المواطن يعني لما يجيني ويقول لي السياره تاعي راني قدمتها للميكانيسيا ولا الالكتريسيا، انا النصيحه واش نقول له؟ عندك روبين اداري، عندك صمام يداوي في القاروره، اغلق القاروره تاعك، ادي السياره تاعك الميكانيكي ولا الالكتريسيا اخدمها، تكمل خدمتك، توجه عند وكيل معتمد باش يدير لك يعني المراقبه تقنيه. مراقبه نراقبوا بس السياره هذه راهي تمست، يقدر يكون حل المحرك تاعو، يقدر يكون قاس جهاز من اجهزه السرغاز. هنا اذا كان حب يحافظ على السلامه تاعو الاخر لازم يتقيد بالشروط هذه، السياره تمست سواء عند ميكانيكي ولا الكتريسيا توجه بعدها المختص في التركيب السيرغاز باش يدير لك مراقبه تقنيه للسياره. هذه لسلامتك ماشي بالنسبه لانعكاس وقود السيرغاز على المحرك. حنا تحدثنا على الجانب او ربما قبل ما نروحوا لهذه، مدير الامن والوقايه في شركه نفطا كان تحدث على انابيب التوصيل بين القاروره والمحرك، ربما ما هي الاهميه تاعها، وقال لك انه الخلل يكمن في عديد الاحيان لما تكون حادث يكون الخلل في هذا انابيب التوصيل. هل الانابيب هذه حساسه ام انه التركيب تاعها كذلك يجب ان يكون مدروس ووفقا لقوانين وصارمه؟ كما قلت لك الاخ الكريم، الخاطر يكمن في طريقه التثبيت، نقولها ونعاودها، يعني دائما نرجع لطريقه التثبيت. طريقه التثبيت
خزان الغاز مؤمن 100%. حنا رانا نقوموا بعمليه التركيب وليس عمليه التصنيع. هنا رانا نركبوا، رانا نديروا لانستالاسيون. لانستالاسيون كي تكون كونفورم، كل حاجه مثبته قانونيا، هنا سي نورمال ما راحش تخاف. الا كان التيو اللي راه يزود المحرك بالغاز كان عمليه التثبيت تاعو تكون مش يعني ما غير صحيح، غير مطابقه، غير مطابقه يعطي الصحه. تقدر تكون احتكاكات، تقدر تكون تسربات ومن التسربات. باش نمشيو شويه في الحديث، ربما انعكاس وقود السيرغاز او جي بي ال على محرك السياره. كنا شفنا في التقرير الذي اعده لنا الزميل ياسين بونقاب ومشكور جزيل الشكر مره ثانيه، انه بعض المواطنين قال لك السيرغاز يخسر لي لاكيلاس، السياره تولي ما تيريش مليح، يعني تولي ما تمشيش مليح. مثلا في الطلعه يقول لك السياره راهي تنقص ماهيش تمشي، لما يشغل المكيف الهوائي البرد في فصل الصيف يقول لك المحرك ولا ضعيف. يقول لك مثلا السيارات اللي عندها محرك تاعها اسطوانه 1.6 1.4 ممكن، اما 1.2 تحت غير ممكن. ربما كل هذه التساؤلات كيف تجيب عنهم؟ لازم تكون كاين سيستم كلاسيكي القديم، سيستم المعتمد به في القديم، سيستم كلاسيكي. اما السيستم الحالي هو سيستم مطور، سيستم متقدم. السيستم الكلاسيكي راه يمشي بميلونجور، تسمى الغاز هنا راه يتخلطنا مع الهواء ويروح المحرك. لكن السيستم الجديد سيستم سيكونسيال راه فيه كالكيلاتور، راه يمشي بميموار، فيه ديزانجكتور تاع الغاز، راه مدروس يعني لدرجه نقدر نقول لك قوة المحرك، قوة البنزين في وقوة الغاز مطابقة تماما. نقدر نقول لك ما كانش اختلاف في المشي، يقول لك ناقص تيراج وناقص مشي، يعني يمشي مليح. في السيستم الكلاسيكي ممكن ينقص. ربما واش من السيارات اللي ممنوعه من تركيب سيرغاز؟ هل فيه سيارات معينه يمكن تركيب فيها قارورة سيرغاز، ام انه فيه سيارات لا يمكن تركيب فيها قارورة سيرغاز كونها لا تتوفر على الشروط اللازمه؟ بطبيعه الحال احنا لما جينا سياره للورشه تاعنا باش يتقدم باش يثبت خزان الغاز، يعني نقوموا بنظرة على السيارة من ناحية الهيكل تاع السيارة. الهيكل تاع السيارة، لأن عملية تثبيت الخزان راح تكون في هيكل السيارة في سطحها. إذا كان راشي ولا الآخر هنا ما نقدرش نثبت له أنا. نعم. ربما في سؤال آخر، فيه أنواع من القارورات، فيه قارورة تجي داخل صندوق السيارة، وفيه قارورة تكون تحت السيارة تحت في مكان روتسوكور، يعني العجلة الخامسة. وش الفرق بينتهم؟ ما هي لا فرق بينتهم، يعني على حسب السيارة. كاين اللي تساعدها سيارة الدائرية، وكاين اللي ما تقدرش نركبوا لها السيارة الدائرية، يلزمها سيارة القارورة السيلندرية. هذيك القارورة الدائرية اللي تجي من تحت في مكان العجلة الخامسة فيها خطر؟ ما فيهاش خطر. لا ما فيهاش خطر، لأنها راهي معرضة للطبيعة مباشرة. نعم، لو كان نتابعوا في فيديوهات يعني هم موجودين في اليوتيوب والآخر، كيف المصنع كيف اختبر قارورة الغاز، يعني راه خمم أكثر الأمور اللي رانا نخممهم حنايا. ولكن هذا انواع من القارورات، يعني لو تكون فيه صدمه من الخلف، لو يكون حادث مرور، راح يكون فيه تلامس مباشر مع قاروره الغاز، يعني ما يكونش فيها خطر. ما يكونش فيها خطر هنايا. هنا راح يخدم، اذا زاد الضغط داخل القاروره راح تفتح صمام الامان باش الغاز يخرج، باش الغاز يخرج بدون اي خطر. نعم، راح نشوفوا مع بعض تعاليق لمواطنين على منصه التواصل الاجتماعي لو سمح المخرج وتفضل بإعطائنا إياها. يعني المواطنين اللي يقولوا أنه قارورات الغاز نصيحة، أغلبية مستعملي جي بي ال يعمروا بلان تاعهم بزيادة حتى تحبس الآلة. يعني أخي العزيز ريزيرفوار تاع جي بي ال ما عندوش منين يتنفس، ماشي كيما تاع ليسونس، عمر حتى تسيل وامشي، ومع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف
يتفجر نورمال بسبب الضغط، لانها تعتبر قنبله موقوته. كي تكون تعمر وتسمع الماشينه بدات تدير في هذاك الصوت، حبس لسلامتك وسلامه اللي معاك، ربي يجيب الخير. هو يتحدث على ملء القاروره اكثر من استيعاب تاعها. يعني حقيقه في محطات التوزيع نسمعوا انه هي تتوقف الاله، ولكن صاحب السياره يزيد يفرصي يضغط عليها. هل هذا يشكل خطر ولا لا؟ يقدر يشكل خطر. هنا راح يفتح صمام الامان، وإذا فتح صمام الأمان راح يغلق تلقائيا. احنا راح نقول، يعني احنا نقولوا انه نتفاداو انه نعمري لها اكثر من اللازم. هنا باش ما انسان ما يوقعش في خطر، ما يلزمش يخلي حتى يفتح صمام الأمان. لا، اذا فتح صمام الأمان راح يكون غاز داخل السيارة تاعك. يعني راح يخرج الغاز، هنا راح يخرج الغاز داخل السيارة تاعك، وراح تضطر تستنى حتى تغلق صمام الأمان. نعم، نروحوا نشوفوا الصورة الثانية لانه الوقت مبقاش معنا كثير. الصورة الثانية كذلك لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، هام لمستعملي وقود السرغاز. أخي المستعمل السرغاز، إن بحثك عن ملء الخزان 100% خطأ جسيم، رجاء دع الخزان على حاله. كل خزانات السرغاز تملأ بنسبة 80% وفقط، أي خزان 60 لتر يحتمل 48 لتر فقط، 20% الباقية هي للهواء. ولعلمك أخي، الغاز في المناطق الحارة يتمدد، لذلك فملء الخزان ب 80% كحد أقصى هي تعليمات المصنعين. الصور المرفقة هي لحادث انفجار خزان وقود سرغاز في حاسم سعود، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هنا الجميع يتوافق أن ملء قارورة الغاز يجب أن تكون وفقا لشروط معينة، وأن لا تتجاوز مستوى 80%. سيد حميد بريشي، وأنت وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود سرغاز، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في هذه الحصة، ولكل التوضيحات التي قدمتها لنا. إذن مشاهدينا الأكارم، قبل الفاصل كان أو في الجزء الأول كان السيد حكيم بريكي مدير الأمن والوقاية في شركة نفطال في اتصال هاتفي، أكد أن لا خطر على مستعملي وقود السرغاز إذا توفرت شروط الوقاية مثل وقود السرغاز، مثل كل الوقود الباقي، يعني كالبنزين والمازوت بأنواعهم. كما قال أنه يجب تثبيت هذه القارورة، أي قارورة الغاز السرغاز أو GPL، على مستوى الوكلاء المعتمدين وفقط، ولا يجب التوجه إلى الأقل سعرا عند وكلاء غير معتمدين من طرف مؤسسة نفطال. كما قال السيد حميد بريشي، وهو وكيل معتمد في تحويل السيارات إلى وقود السرغاز، أن لا آثار جانبية على محرك السيارة باستعمال وقود السرغاز، كون هذا الوقود والأجهزة المستعملة فيه مؤخرا تعتمد على تقنيات حديثة تسمح بالحفاظ على محرك السيارة مهما كان نوعه وحجمه. نعم، وكذلك ربما حتى أنه في الهامش كان قال لي أنه فيه GPL أو سيرغاز خاص بالسيارات ذات محرك المازوت، يعني وتم تجريب البعض منها في الجزائر في انتظار تعميمها على كل السيارات، يعني الذين يريدون استعمال هذا الغاز. مشاهدين الأكارم، كانت هذه التوضيحات بخصوص غاز GPL التي تطرق له في هذه الساعة مع خبراء ومختصين لرفع اللبس عن الموضوع. متابعينا الأكارم، غرفة الأخبار تمت، برامجنا مستمرة. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.